نحن انتخبناهم يحلون مشاكلنا، الظاهر نحن نريد نحل مشاكلنا. مدينة تعدادها أكثر من 5 ملايين، 29 واحد ما متفقين بيناتهم، شلون راح يقدرون يقودون المدينة؟ شلون راح يقدمون الخدمات؟ شلون راح باشر يخدمون المواطن؟ نحن بحاجة إلى مجلس يخدم أهل الموصل في كل الخدمات. نحن مثل ما يقول انتخبناكم في سبيل تحلون مشاكل المحافظة وتكونون عون للمحافظة، ما تكونون ضدها للمحافظة من خلال اختلافكم على أمور بسيطة سياسية ما تخدمها المحافظة. 4 سنوات ما عندنا مجلس محافظة، 4 سنوات احنا ننتظر هذا الانجاز العظيم اللي راح يعملونه انه احنا نكون عندنا مجلس محافظه. مجلس المحافظه كان بينه شعارات رنانه انه راح يكون الموصل والموصل ونينوى ونينوى اولا، ولازم تكون هي المصلحه الاولى والاخيره الى المدينه. هاليوم نخجل من التنحفر والتناحر اللي بيناتهم. زين اليوم انت اعطيت مسامي للقوائم مالتكم اللي هي نينوى المستقبل، اين مستقبل الموصل؟ اين فرص العمل للشباب؟ اين الاشياء اللي عملتها؟ نينوى الموحده، وين التوحد اذا انت بعد تتناحرون تتنافرون بيناتكم؟ والله العظيم لو بقينا بلا مجلس محافظه كان يمكن افضل. اخي نطالبهم خلي يتفاهمون، ترى هم يعني ما وضعيتهم هسه يعني ترى مسرحيه. مجلس كركوك نفس الحاله، الموصل نفس الحاله، هسه على الجنوب هم يعني شويه عندهم تفاهم، بس احنا شغلتنا هم يعني عويصه يوميه طالعين بيناتهم. ما يصير، هم كتل ومتفاهمين بيناتهم، اذا كلداني واذا عربي واذا كردي. الناس تريد الشغل، هذا كله ما من صالح العالم. احنا بسنه 2024 2025 سمرات تجي على منطقة ما بيها مدرسة، ما بيها شارع، شوارع كلها مكسرة. اطلع اشتغل، الناس تشوفك.